الجبس البلدي افضل ولا الجبسون بورد؟ ناس كتير بتسأل السؤال ده. الاجابة ان انت تختار جبس بلدي او جبسون بورد على حسب الشكل اللي انت هتنفذه او على حسب الحاجة اللي انت هتستخدمها في بيتك. يعني انا دلوقتي هعمل ديكور بسيط في السقف، ممكن حاجة بسيطة جدا وسهلة ما فيش فيها اي مشاكل، اقول لك والله تقدر تخلص الجبسون بورد، يعني تستخدمه لان الجبسون بورد هيبقى سريع جدا في التنفيذ. طيب نقطة تانية، أنا عايز أعمل بيت نور بشكل بسيط والموضوع ملموم مفيش فيه تعقيد ولا فيه لعبكة ولا حاجة، وفي نفس الوقت أنا كنت خلاص فنشت السيراميك وخلصت الحاجة وبعدين قلت إيه تمام ما أعمل الديكور بتاع السقف ده، الجبس البلدي هيبهدل لك الدنيا شوية، فلو أنت مش محدده من الأول وشغال عليه من الأول وأنت لسه على المحارة قبل ما تبدأ حتى في الدهنات وقبل ما تبدأ في أي شغل في الأرضيات، لا هو بيبهدل الدنيا شوية وبنحتاج بعدين ننظف الأرضيات تماما من أي بواقي للجبس البلدي ده، لأن هو بينفش شوية لو اتساب تحت الأرضيات. طيب كده الموضوع ممكن يكون محير أكتر، يعني نستخدم ده ولا نستخدم ده؟ بص يا سيدي، لو عندك أشكال بسيطة تقدر تستخدم الجبسون بورد لأنه أسرع وأنجز شوية في الاستخدام. في بعض الأشكال الملعبكة وفي بعض الكرانيش الكلاسيك والشغل الديكوري اللي بيبقى ديكور قوي شوية، الموضوع ده بالجبسون بورد هيطلع لك مش بأعلى كواليتي وفي نفس الوقت هتلاقي فيه مشاكل كتير. ليه طيب هلاقي مشاكل وإيه هي نوعية المشاكل دي؟ الجبسون بورد بيجي ألواح 1.20 متر في 2.40 متر، فواصل ما بينهم طبعا بيتحط عليها الشاش ده وبعد كده بالمعجون وبتدار مع الوقت ومع التحميل على السقف بتلاقي الفواصل دي تظهر شوية ويحصل كراكنج في أماكن الفواصل دي. ليه؟ خامة زيها زي أي خامة بعد فترة، بس طبعا مش فترة قصيرة عشان الناس ما تفتكرش يقول لك أنا بقاله سنة سنتين وزي ما هو، ممكن بعد 5 سنين أو حاجة زي كده تبدأ تلاقي شرخ بسيط مكان الفواصل دي. صيانته سهلة، بس الفكرة الناس كلها دايما عندها عقدة أو دايما عندها مشكلة مع الماتيريال اللي بتحتاج صيانة بعد كده. ليه؟ انا عايز اعمل حاجة وانساها، كله بيقول كده. فالجبسون بورد بتلاقي الموضوع ده يظهر معاك خصوصا لو انت عامل شكل ملعبك شوية او شكل فيه تفاصيل كتير وبتستخدم الواح كتير وتتقطع بقى، فالكراكس او الفواصل دي هتبان معاك بعد كده وهتبقى عاملة لك شكل مش ظريف في السقف. تاني مشكلة من المشاكل الشائعة شوية في الجبسون بورد هي موضوع الدهانات، ان لو ما دهنش بالطريقة المظبوطة بتلاقيه ينفش الورق اللي عليه لانه هو عبارة عن طبقة جبس وعليه طبقتين ورق من فوق ومن تحت، بينفش الطبقة دي وبينطرها لبره كده وبيبقى المنظر مش ظريف في الدهانات. بس طبعا لو اتدهن بالطريقة المظبوطة، كنا عملنا فيديو قبل كده عن تفاصيل الجبسون بورد وطريقة دهانه، اتفرجوا عليه هيبقى مفيد جدا ليكم. لو اتدهن بالطريقة المظبوطة مفيش فيه اي مشاكل من دي بتحصل خالص. طيب بشكل شخصي انا افضل الجبس البلدي. ليه بقى؟ الجبس البلدي زي ما قلنا كأنك بتنحت، تقدر تعمل منه اشكال ديكورية قوية جدا، في اشكال استحالة هتعرف تعملها بالجبسون بورد وفي اشكال تقدر برضو تنفذها بالجبسون بورد مفيش فيها اي مشاكل. تاني حاجة امتن بكتير جدا من الجبسون بورد، اللي يقول لك العكس لا طبعا الجبس البلدي امتن واقوى بكتير جدا من الجبسون بورد، بس زي ما قلنا الموضوع بيبقى أطول شوية في الوقت في التنفيذ، بيبقى مقرف ومزعج شوية لبعض الناس. طبعا بيجي على الحيطة جبس وعلى الأرضيات جبس، فيستحسن قبل السيراميك خالص تحدد شكل السقف بتاعك وأي ديكورات هتتعمل على الحوايط. طبعا مكتبات الحوايط والديكورات اللي بتتعمل دي كلها 100% استخدم جبس بلدي. ناس طبعا بتنفذها عادي بجبسون بورد بس ضعيف جدا خصوصا في ديكورات الحوايط والبارتيشنز اللي بتنفذ بيه، الجبس البلدي أقوى وأمتن وخامة قوية جدا جدا مقارنة بالجبسون بورد. كل خامة لها مميزات ولها عيوب، وانت بتشوف الحاجة اللي عندك أو الديكور اللي انت هتنفذه وعلى أساسه تعرف انت هتستخدم أنهي خامة وأنهي خامة اللي هتبقى مناسبة ليك. علشان كده ما بفرضش رأيي على الناس في حاجة معينة، احنا بنقول على حسب الديكور وعلى حسب الشكل اللي انت عايز تنفذه نحدد الخامة الأفضل بالنسبة لك. كتكلفة الجبس البلدي بيكون أرخص شوية، بس طبعا عايز صنايعي كويس. الجبسون بورد ممكن لو صنايعي نص نص يطلع لك الشكل كويس ومرضي ومفيش في أي مشاكل، لكن الجبس البلدي لا، لازم صنايعي كويس لأن ده ديكور نحت، أنت كأنك بتنحت الشكل اللي عندك وتعمل له فرمة ويطلع الحاجة بشكل مظبوط،
مفيش فيها اي مشاكل، ولا في اللحامات ولا في التمشيات نفسها ولا في الفينش بتاع الشغل، فبيطلع الشغل معاك قوي جدا ومتين جدا. الناس بتسأل على بعض الديكورات زي البانوهات والحاجات دي، طب هو احسن ولا الفيوتك؟ لو عايز ديكور هيفضل معاك فترة طويلة، طبعا الجبس البلدي احسن مليون مرة من اي خامة تانية. طيب الفيوتك المميز في ايه؟ زيه زي الجبسون بورد، سريع، انت بتجيب الحاجة بتخلصها كلها في يوم واحد، مفيش فيها اي مشاكل. طبعا الخامة نفسها مش هنقول ضعيفة، بس مش بنفس قوة الجبس البلدي طبعا، لكن حاجة سريعة وحاجة تقدر لو انت عايز تغيرها تقدر تفكها كلها بسهولة جدا من غير ما تحس ان انت بتكسر او بتهد حاجة. لكن الجبس البلدي عشان تشيله من مكانه بتكسر، انت بتكسر لان الخامة اتصلبت وبقت قوية جدا، فشيله ده مش سهل. جيبسون بورد من مميزاته برضو لو بتفك وعايز تغير الديكور وتغير كل حاجة ولا اي مجهود، مجرد فك وتركيب، ما بتحسش ان الموضوع معقد. بس ده كان رد على الناس اللي بتسأل ايه افضل، الجبس البلدي ولا الجيبسون بورد. كان معاكم مهندس محمد الشامي، ودي قناة مهندس معماري. متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده، سبسكرايب طبعا للقناة، وشوفوا صفحتنا على الفيسبوك وعلى انستجرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.